الماتش ده كمان ساعات بيبتدي من قبل المباراه طبعا بفتره، يمكن عشان كان لسه مش عارفين هيلعبوا بعض، فهيبتدي من دلوقتي. تلاقي تصريحات جانب التحكيم، جانب العارف اللي هي المباريات اللي بره ال 90 دقيقه، بره المستطيل الاخضر. فيمكن كان كمان كان في تصريح مهم جدا، وشوف تويته الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كاتب تويته مهمه جدا النهارده. كان في شويه كلام عن التحكيم، كان في ازعاج شويه، كان كاتب علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم مما ينذر بكارثه تحكيميه نحن في غنى عنها، قد تحدث يوم الخميس القادم، لذا يبقى التساؤل لماذا لا نستعين بحكام اجانب او من دوله الامارات الشقيقه منعا للمشاكل. انا مش عارف ليه يعني دلوقتي انا بلعب المباريات وفي الامارات، انا مش عارف ايه المانع ان يجي حكام اجانب. في قرار عامله رئيس الوزراء من ايام ما انت كنت لاعب سنه 96 بعد طبعا المشكله الكبيره اللي حصلت، انت فاكرها بتاعت الكابتن ادرع ابو عظيم، كانت في 96 طلع قرار من رئيس الوزراء كان الدكتور كمال جنزوري على حسب ما افتكر ان جميع مباريات القمه تتلعب بطاقم اجنبي. ده كان قرار رسمي. ما اعرفش في الفتره الاخيره يعني برضو انا بشوف ان هو ايه المشكله لما يتلعب 300 400 ماتش في السنه وفيهم ماتشين ثلاثه بحكام اجانب. ايه اللي هيجرى صحيح؟ هتقعد بقى تقول لي اصل الطاقم المصري وكرامته. نشوف في الدوري المغربي حكام من مصر ساعات، وفي الدوري التونسي وفي الدوري الجزائري وعادي جدا، مفيش اي مشكله. وفي الدوري السعودي يعني بالعكس، ده الحكم المصري لما يغلط في ماتش مهم جدا الناس بتقعد فاكره، يعني ممكن جدا توقعه فيما بعد، الناس ما بتنساش. يقول لك فاكر فلان لما سنة كذا لغى جول كذا، وفاكر فلان لما. فأنا الحقيقة بقول إنه يعني لحماية الحكام المصريين يجب إن أنا أبعدهم عن مباراة القمة، خاصة الحاسمة في الطول. إيه المشكلة؟ برضو من الحاجات برضو خلي بالك اللي يمكن حطتنا في زنقة شوية من وجهة نظري، خد بالك أنت كنتش عارف طرفين النهائي. فيمكن أنت تكون بحضر نفسك بشكل عام ان حكامك موجودين ومين هيحكم الماتشات النهائيه اسما مسمى ايه يعني بيلعب بيه. لكن دلوقتي بعد السيناريوهات اللي شفناها النهارده، وقد يكون بعض الحكام انت ممكن تكون عندك يعني مشاكل، مش هقول زي نفسيه بس مشاكل تصريحات سابقه، مشاكل قديمه، انت كنادي مش حاسس براحه، حاسس بعدم اطمئنان، زي ما احنا قلنا مثلا ممكن في حاجات في السابق تحطيتها انت كل واحد في ذهنه واعتبار، فدي كلها ضغوط، ضغوط على الحكام وضغوط على النادي وضغوط نفسيه على نفسيه اللعيبه. فانا شايف ان يمكن عشان ما كانوش عارفين الطرفين النهائي مثلا، فمحتاجين نفكر بشكل مختلف النهارده تحديدا. ما انا بقول لك ابعاد الحكام المصريين عن ماتشات الاهلي والزمالك حمايه ليهم مش ضرر ليهم، لازم الناس تفهم ده، ويبعدهم عن اي مشاكل، بالعكس يحافظ عليهم. وده اللي بتعمله كل الدول، معظم الدول دلوقتي، معظم الدول العربيه والدوريات الكبيره بتعمل كده. يعني ما اعرفش احنا ده بناخده ليه، لا اصل ما ينفعش. وما ينفعش ليه؟ انا قصدي ان دلوقتي في فرصه. ايه اللي هيأثر من الحكم يعني لو ماتش ولا ماتشين اتلعبوا بحكام اجانب؟ هي على مدار الموسم زي ما قلت لك ما كانش معروف مين الطرفين النهائي، لكن دلوقتي بعد ما تعرف طرفي النهائي فانت النهارده ممكن يبقى عندك فرصه انك تعيد التفكير كلجنه حكام. دي